يسركم صوت حذامي بوشيبة اللي نسلم عليكم برشا ونقول لكم طريق السلامة ليكم الناس الكل إن شاء الله ربي يكون في عونكم. اليوم تقص تقريبا ما هوش كيما البارح، اليوم فما شوية نسمة بعد شوية نقدموا طبعا آخر تفاصيل تقص نرجعوا و15 دقيقة نقدم لكم تفاصيل تقص العشية والليل كيفاش باش يكون. إن شاء الله نهايركم زين، إن شاء الله نهايركم سعيد. من بعد زادة باش نحكي وعلى مع النائب في البرلمان عند دائرة غرومبيلي محمد علي فنيرة، إصدار رسميا بالرائد رسمي قانون لفسيير المقترح من أعضاء مجلس النواب، ونتمكن الامتيازات الجبائية للتوانسة المقيمين بالخارج من جلب سيارة مرة كل 10 سنين عوضا عن مرة برك في العمر. شنو هي الامتيازات الجبائية اللي باش يتمتعوا بها؟ شنو فما جديد؟ نورمالمون فما برشا حاجات جديدة، هذا باش نحكيوها بعد موجز الأخبار. قد تلقاونا معكم نص نهار و40 دقيقة. حسب ما شفنا من بين المواضيع اللي الحقيقة على الباج فيسبوك برشا اقترحتوها، أنكم قلتوا احكيوا لنا على العلاقات السامة توكسيك، العلاقات السامة والأشخاص السامين كي يكونوا موجودين في الحياة متاعنا، في الخدمة، في العائلة، في العلاقة العاطفية، كيفاش نفيقوا بيهم هذه أولا، كيفاش زادة نتأثروا والعبد يتأثر بالشخصية متاعهم، وكيفاش نحاولوا نتجنبوهم وإلا نتعاملوا معاهم. وبحكم أنه طويكا عاد باش نحكيوا على واقي الشمس وباش نحكيوا على الصيف ولا سخون بالكده بالكده، وردوا بالكم كان مازلتم مخذتوش الواقي الشمس المناسب واللي يتماشى مع نوع بشرتكم، لازمكم تسمعونا مدي ساعتين قد وقبلها طلع لنا نورهان بكار في العاب شعبي مواصف الالعاب عجبتها نورهان، كل نهار قالت لعب 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 لعب. للاسف اليوم ملاك ماهيش موجوده في في الكلمات هذوكم اللي متعودين بها. وختام الحصه مع شخصيه عنيده كما العاده، حصه نبدأ تطويت مع كابتن المارشي مع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. كابتن المارشي سي لطفي مرحبا. صباح الورد صباح الفل، تحية ليك تحية لمشاهديك مستمعيك وفريق العمل معك، إن شاء الله نهاركم زين. جمعة مباركة ليك مباركة للجميع، إن شاء الله نهايرك زين. توا احنا قريب للويكاند يعني شوفوا الأسعار اليوم، اليوم سوق في نابل سي لطفي، زعما أي زعما الأسعار كيفاش؟ الأسعار تدخل في إجمالية نحن نحافظ على الاستقرار نتاعها، نبداو بالخضروات الفقوس 3750، القرابة توزينة 1560، البصل الربع 1500، البصل الجاف 1540، المعدنوس 600، الفلفل الحلول 3750، الفلفل الحار 2500، البطاطا 1610، الطماطم 1950، مشير الغلية نلقاو مشماش 3100، اللوز أخضر 2500، البطيخ 3500، الدلاع 2000، الخوخ 5000، التفاح 4600، القارص 3750، الموز 5000، نمشي للحوم، اللحوم الحمراء محافظة على نسق بتاعها 43 دينار بالنسبة للعلوش و 43 دينار بالنسبة للبقر. هذه أهم الأسعار، هذه تقريبا أهم الأسعار. استقرار في الأسعار سيلت في حسب ما لاحظته، اي تم استقرار في الواحد. هنا نعطيك الف صح، انت اشرتي للواقي نتاع هنا باسلوب برقي وقيت باش نعرفوا منين نشريوا في الواقي الشمس الواقي الشمسي، على خاطر فما العديد من المواد اللي فيها تقليد، وبالتالي نحاولوا نشريوا من اماكن ما نشريوش، راهو الواقي الشمسي ما تشريش من نصبه، لازم تشريه من فضاء يكون معد لبيع المواد هذه. الله يخليك على الإشارة، شكرا ليك سي لطفي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ربي فضلك ربي خليك. ديما كيما العادة نستهلوا الحصة مع بعضنا، ديما كيما العادة ربما تعودتوا عادة اللي سي لطفي ديما موجودة معنا في مستهل الحصة. الحصة تبدأ تتسويت بعد شوية باش نسمعوك موزيك تمولة، ما فماش ما أحلى من موزيك تمولة الحقيقة، ما أحلى رجعتك يا أمل، وما أحلى موزيكتك وما أحلى طلتك، أجمل عيون في الكون هذيك هي أمل باش نسمعها بعد شوية. ومن بعد زاد باش نرجع لكم نقدموا لكم باقي تفاصيل الطقس بما يخص اليوم الجمعة 21 جوان 2024. نولي فام